ننتقل الآن ياسر لموضوع آخر والمتعلق بما تم تداوله صبيحة اليوم، أين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع هاشتاج كلنا بهي رشدي بعد نشرها لفيديو تشكو فيه من المعاملة السيئة من طرف مسيري مهرجان قرطاج الدولي سارة برحور، تفصل أكثر في هذا التقرير. بداية وجودي في هذا المهرجان وانا نحس باللي الوفد الجزائري لا قيمة له. ما ان انتشر الفيديو الذي ظهرت فيه الفنانة بهية رشدي وهي تذرف دموع الأسى جراء المعاملة السيئة التي تلقتها من طرف منظمي مهرجان قرطاج الدولي. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاغ كلنا بهية رشدي الذي عبر به محبوها عن تضامنهم معها وطلبوا برد الاعتبار للجزائر. الجزائريون اعتبروا تصرف إدارة مهرجان قرطاج إهانة، مؤكدين أن بهية رشدي قام من قامات الفن الجزائري لا تستحق تلك المعاملة. قرطاج أساء التصرف في حق واحدة من أعمدة الفن الجزائري وأيقونة من أيقونات الفن السابع، لكن الجزائر أدانت بشدة ما حدث والشعب كله تضامن واستياء.